مرحبا بكم مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامج قضايا مغاربية. هذه التحية تصلكم من استوديوهاتنا بتونس. في هذه الحلقة نناقش قضية جمهورية الأزوات التي أعلنت استقلالها من جانب واحد شمال مالي. فما هي قصة الأزوات وما علاقة الجماعات المسلحة الإسلامية بالمغرب العربي بالموضوع؟ وإلى أين ستصل الأمور في هذه المنطقة التي يسكنها البربر والعرب والأفارقة؟ للإجابة عن هذه الإشكالات نستضيف معنا الدكتور والوزير السابق التشادي علي قضايا آدم بقية الله، وكذلك أمين عام سابق لتجمع الدول الساحل والصحراء، ويشغل حاليا خطة أمين عام لجبهة إنقاذ الجمهورية في التشاد. مرحبا بكم سيد الوزير. كذلك نستضيف معنا الباحث والخبير وفي القضايا المغاربية والمحلل السياسي الأستاذ ماجد البرهومي. مرحبا بكم أستاذ. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم ننطلق في نقاشنا هذا، فتفضلوا بالبقاء معنا.